المطلوب في هذا السؤال هو إملاء الفراغات من ذاكرة الطالب، وهذه الكلمات الفراغات يعني الكلمات التي سأضعها يكون لها وظيفة قواعدية، يعني لا يمكن أن يأتوا بفراغ مثلا فعل عادي، يعني مثلا going أو eat بالتأكيد لا، هذه الفراغات يكون لها وظيفة قواعدية كأفعال مساعدة أو أفعال مودل أو إلى آخر أو حروف جر سنراها بعد قليل. إذا هذه الكلمات يكون لها وظيفة قواعدية في تركيب الجملة وتعطي معنى مناسب، لذلك يجب مراعاة القواعد والمعنى معا. إذا القواعد والمعنى يجب مراعاتها معا في آن واحد، وغالبا ما تكون هذه الكلمات أي الفراغات التي سنستخدمها من المجموعات التالية. أولا الأدوات، الأدوات المقصود فيها الارتيكلز، أدوات التعريف، أداة التعريف وأدوات النكرة. إذا الارتيكلز الأدوات، أدوات التنكير ولدينا أداتين أي وآن، وأداة التعريف ذا. في معظم الدورات يكون في فراغ من الأدوات. طبعا بداية نبدأ بأدوات النكرة وأذكركم بها، الأي والآن. بالنسبة لأداة النكرة أي، تستخدم أداة النكرة أي مع الاسم المفرد المعدود النكرة، اسم مفرد معدود. يعني أنا قبل الفراغ إذا كان بعد الفراغ لدي اسم جمع، إذا منشيل من بالنا مباشرة أدوات النكرة. يجب أن يكون اسم مفرد ومعدود أيضا، إذا كان الاسم غير معدود أيضا لا يأتي مع أداة نكرة، وأيضا يكون بالتأكيد نكرة غير معرف. الذي يبدأ بحرف ساكن، هاي بالنسبة لأداة النكرة أي. لاحظوا الأمثلة: He lived in فراغ flat offered by his job. إذن هو يعيش في شقة. لاحظوا إلى كلمة flat، الاسم flat شقة، هي عبارة عن اسم مفرد معدود، يعني flat قابلة للجمع، ممكن أن نضع لها اسم جمع فنقول flats شقق، تمام؟ وهي هنا موجودة كمفرد، وأيضا هي نكرة، هو عاش في شقة offered by his job، أعطاه أو زودت له من قبل عمله. إذا هنا أنا مباشرة أضع أداة النكرة أي، بما أن الفلات تبدأ بحرف ساكن وهو الإف. أيضا مثال آخر: He lived in فراغ big flat، هو عاش في شقة كبيرة. لاحظوا أيضا إلى فلات وهي شقة، ولكن هنا سبقها صفة، في أي مشكلة طالما أن الصفة تبدأ بحرف ساكن فأيضا أضع أداة النكرة أي. إذا في حال أتى بعد الفراغ اسم مفرد معدود، شلون يعني معدود؟ يعني قابل للجمع، ممكن أن يجمع باسم الجمع أو جمع، لدينا أيضاً الجمع الشاذ. إذا اسم مفرد قابل معدود، يعني قابل للجمع ونكرة أيضاً. الآن إلى أداة النكرة آن، نفس قاعدة أداة النكرة أي، ولكن تأتي مع الأسماء التي تبدأ بحرف صوتي. إذا تستخدم مع الاسم المفرد النكرة المعدود الذي يبدأ بحرف صوتي، أي حرف صوتية أذكركم بها A-E-I-O-U. يعني إذا الأول حرف كان من هذا الاسم المفرد، إذا أول حرف هو حرف صوتي فأستخدم أداة النكرة آن. مثلا for example he lived in فراغ apartment offered by his job. طبعا هنا apartment هي مرادف لفلات شقة في المثال السابق، ولكن فلات تبدأ بحرف صوتي فوضعنا معها أداة النكرة أي. أما بالنسبة لapartment أيضا شقة، ولكنها هنا هي اسم مفرد قابل للجمع أيضا، ممكن أن نجمعها فنقول apartment شقة، ولكنها تبدأ بحرف صوتي وهو الأي، فهنا نضع أداة النكرة آن. He lived in an apartment. مثال آخر: He is فراغ important man. هنا أيضا لاحظوا المثال، سنضع هنا بالتأكيد أداة النكرة آن، أداة ولكن لاحظوا انتبهوا إلى الاسم man، صحيح أنه يبدأ بحرف ساكن وهو حرف الام، ولكن سبقته صفة، الصفة هي important مهم،
وصفة تبدأ بحرف الآي، والآي لاحقه هو حرف شوقي. إذا نضع آن بما يناسب أول حرف بعد الفراغ، ولكن أداة النكرة يقررها الاسم، ونوع الأداة تقررها الصفة الموجودة. يعني لو كانت الصفة تبدأ بحرف ساكن لو وضعنا أي، ولكن الصفة important هنا تبدأ بحرف شوقي فاستخدمنا an. He is an important man. مثال أخير. I think there is فراغ animal in the garage. يقول أعتقد بأن هنالك حيوان ما في المرآة. Animal هو اسم مفرد قابل للجمع معدود. ممكن أن نقول animals، تمام؟ ولكنه هنا مفرد. يعني لو كان animals لكنا مباشرة استبعدنا أداة النكرة، لأن أداة النكرة تأتي مع الاسم المفرد فقط. هو معدود قابل للجمع ونكرة. أنا يعني أتوقع أو أعتقد بأن هنالك حيوان موجود في المرآب، فهو بالنسبة لي نكرة. إذا لاحظوا تبدأ بحرف شوقي أي، فمباشرة استخدمت أداة النكرة an. I think there is an important أو an animal in the garage. إذا هذا فيما يخص أدوات النكرة أصدقائي، أداة النكرة أي وأداة النكرة an. إذا مع الاسم المفرد المعدود النكرة. إذا بدأ هذا الاسم أو سبقته صفة بحرف ساكن فنستخدم أداة النكرة أي، وإذا بدأ بحرف شوقي فنستخدم أداة النكرة and. الآن إلى أداة نستخدم أداة التعريف ذا في الفراغات من الذاكرة مع كافة الأسماء. بالنسبة لأداة التعريف ذا تأتي مع كل الأسماء معدودة وغير معدودة، كل اسم ممكن أن يعرف بذا، تمام؟ لاحظوا he is the man who had stolen the money. من هو اسم مفرد قابل للجمع، وماني لاحظوا هو اسم غير معدود، فكلاهما سبق بأداة التعريف ذا لأن الاسم معرف في كلا الحالتين. يقول إنه ذلك الرجل. He is the man. هو يعرف من سرق المال، من سرق ماله، فيقول He is the man. إذن هو معرفة. Who had stolen the money. إنه ذلك الرجل الذي كان قد سرق المال. وأيضا أصدقائي تستخدم مع صيغة التفضيل، وهذا الأمر نوهنا له في المقارنة والتباين، تذكرون قلنا مع صيغة التفضيل نستخدم أداة التعريف ذا. لاحظوا the best, the most, the tallest, the biggest, the smallest. إذن أريدكم هنا أن تركزوا جيدا على هذه النقطة. في حال أتى بعد الفراغ اسم أو صفة مضاف لها EST فاعلموا أنها صيغة تفضيل تحتاج إلى أداة التعريف ذا. إذن يجب أن نضع في الفراغ هنا في هذه الحالة ذا. أي كلمة أو صفة تنتهي بEST إذن مباشرة قبلها فراغ، إذن مباشرة هنا أحتاج إلى أداة التعريف ذا. وتستخدم أيضا أداة التعريف ذا مع الأسماء المعروفة لدى الجميع. كيف يعني أسماء معروفة لدى الجميع؟ يعني مثلا The Amazon River، يعني أشياء مميزة، يعني نهر الأمازون. كم نهر أمازون لدينا؟ هو شيء فريد من نوعه، تمام؟ أسماء الأنهار، أسماء البلدان، طبعا البلدان المركبة فقط، أسماء البحار، المحيطات إلى آخره. إذن هي أسماء معروفة، شوارع كذلك، هي أسماء معروفة لدى الجميع. فمثال نقول مثل أمازون ريفر، نهر الأمازون is the longest river in the world، هو أطول نهر في العالم. حقيقة في هذا المثال جمعت لكم الثلاث قواعد السابقة. يقول the Amazon river، Amazon river هو شيء معروف لدى الجميع، إذن هو معرف بذا. يقول بعد ذلك is the longest river، هو أطول نهر. لاحظوا longest صيغة تفضيل منتهية بـ EST in the world، في العالم. أيضا الوالد العالم هو شيء مميز، هو شيء معروف لدى الجميع وفريد من نوعه أيضا. إذا هذا فيما يخص الارتكلز، الأدوات بالنسبة للميسينج ووردز، فراغات من الذاكرة. في حد عنده أي سؤال فيما يخص هذه الفقرة هنا؟
استاذ اذا بدنا نعرف انه اذا الاسم معرفي او نكره حصرا بتحدد الجمله يعني ترجمه الجمله من خلال الجمله من خلال الجمله يظهر لك سواء كان معرفه ام نكره. لاحظوا يا ايمان هنا عفوا يا بتول يقول هي إيش ذمان هو هذا ستولن ذماني. افرضي انه هون عند الذا لدينا نقاط فراغ يعني. يقول انه ذلك الرجل الذي سرق المال. اذا هنا بالنسبه له الرجل هو معرفه يعرفه يشير اليه من خلال انت معنى الجمله تعرفين وهي حقيقه بالنسبه للمعرفه والنكره هي من تدل عليك يعني هي من خلال فهمك انت للجمله يتضح سواء كانت معرفه ام نكره. تمام استاذ واضح.